السلام عليكم، مساء الخير يا أصدقاء. راح نتكلم عن اللي هي أكتوباث ترافلر 2. راح أول شيء نتكلم بشكل عام، واسمحونا لأن اللعبة صراحة يبي لها أكثر من ساعة شرح الصراحة، لكن راح نحاول. عندك 8 شخصيات، زين؟ هذه الشخصيات اللي ممكن تختارها، زين. أول شيء خلينا نشوف القائمة الرئيسية. القائمة الرئيسية مثل ما أنا كاتب أنا عشان بس بنطول عليكم. القائمة الرئيسية طبعاً فوق أول شيء الخريطة، الخريطة بالسهم ممكن تتحرك إلى الأماكن اللي زرتها. طبعاً مكان ما جيته مثلاً، خلينا نروح المكان هذا ما جيته، يمكن ما في شيء ما تقدر تروح له، حتى لو تجيب السفينة، السفينة تجيبها بعدين، زين. المكان هذا ما كملته أنا، هذه المدن الرئيسية، زين. هذه الممرات عشان تعرف وين، وهذه الخنادق، وهذه بعض الأماكن الثانية، زين. أسماء شوف يعني المنطقة هذه فاضية كلها، ما يعني لو تمشي من هني لحد النقطة الثانية هذه راح تجيك وحوش، ما في مدن هني، في مدينة في خندق، زين. هذا هل في شيء؟ أنا ما ناسي ترى، أنا أو ممكن فاضي، زين. الجزء الثاني من القارة، الجزء الثاني هذه بعدين راح تفتح، زين. في موانئ، في مثل ما تشوفين علامة السفينة، علامة خل السفينة، هذه علامة المرساة. أسماء المناطق، أسماء المراحل، شو أقول لكم بعد؟ هذه الخريطة، كل منطقة تدشها، زين. تبي تروح مني، زين، وهني، زين. خلصنا من الخريطة. جورنال فيها اللي هي القصة الرئيسية حق كل شخصية. هذه قصة كاسيتي، الفصل الأول، الفصل الثاني. طبعا 8 شخصيات، كل شخصية لها 5 مراحل رئيسية، زين. مثل ما انتم شايفين الفصل الرابع هذا اللي أنا خلصته، الرابع والثالث، الثاني، زين، والأول. كاسيتي، ثرون، أوزفالد، بارتيتو، أغنية أو أغنية، تومانوس، هيكاري، أوشيتا، زين. واللي جنبه، اللي جنبه في تقريبا يعني ما بين 60 إلى 70 مهمة جانبية، زين. هذه أسماء المناطق اللي قبل شوي شفناها بالخريطة، شوفوا لاحظوا لما أغير شو اسمه، يتغير المكان، زين. هذه المهمات الجانبية اللي عليها صح خلصناها، اللي ما عليها صح لحد الآن، زين. وعليها جوائز، وعليها طبعا هذه توتوهاها، زين، توتوهاها، رويكم هني توتوهاها، هذه حطها عليه، زين. وهكذا انفنتري اللي هي القائمة، المواد اللي عندك، سواء كانت مواد تعالج او سيف او دروع او خوذ او بدلات، الاكسسوارات اللي تلبسها المختلفة، الليف اللي تاخذها تدمجها مع بعض تكون فيها سحر او ضربات، بعض الاشياء الثانيه اللي تجمعها وانت قاعد تمشي، القيمه، بعض اللفافات الثانيه، زين. طيب اذا عندك شخصيات تعالج الفريق من غير ما تدش في المعارك، ممتاز، هذه راح تجيك، زين. عندك هذا الشخصيه، زين، طبعا مو مولع الليت علشان اسوي هيلينج، لان الشخصيات كلها فول مثل ما انتم شايفين على اليمين، الشخصيات كلها فول، سواء الاتش بي او الاس بي اللي هو عداد السحر. فهذه طبعا طبعا في غير الهيلينج اللي هي ريفايف، اللي هي نفس فينيكس داون اللي يعرف الالعاب. واسف عشان اقول لكم معلومات كثيره صراحه، سكوير انكس هي مطور اللعبه لا شك في الار بي جي، ما في اي شركه بالنسبه لي انا تنافس سكوير، زين. المعدات الان، هذه المعدات اللي على فريقك، هذه هي 4 شخصيات. طبعا ممكن تشيل الاسلحه كلها وتحط بيدوي او اوبتمايز، واللعبه راح تختار لك افضل، وليس اقوى وليس اسرع، الافضل باعتدال يعني، زين. خلنا ارويكم هذا. طبعا شوف الاتاك العادي، مو السحر، الاتاك العادي 319، سبيد 98. خلينا ندش على الخيارات، اضغط اكس، زين. هذا السلاح مع انه شوف 200، ويقول لك
الى ان الفيزيكال اتاك اقل، بس انك لما تكسر الاعداء ال 200 الاتاك راح تصير 250، يعني تزيد قوته. وهذا الاسلحه اللي عندي طبعا، شوف طبعا الفيزيكال اتاك نزل، الكريتيكال اللي هي ضربات متتاليه زادت، دقه الضربات زادت، يعني هو قاعد يعطيني افضل سلاح، مو الاقوى سلاح، لان بتمر عليك في اسلحه اقوى مثل ما قلنا. زين، وهكذا. زين، كل شخصيه حسب وظيفتها تختار اسلحه. يعني هذه البنت ما عندها رمح، عندها سيف وعندها دقر اللي هو خنجر. الشخصيه الثانيه عندها كل الاسلحه. زين، الشخصيه الثالثه ما عنده سيف، عنده رمح، ما عنده خنجر ولا فاس، عنده قوس وعنده صولجان وعنده درع. الشخصيه الرابعه عنده سيف ورمح لكن ما عنده دقر ولا اكس ولا بو اللي هو خنجر وفاس وكذلك سهم. زين، والاكسسوارات اللي نحطها، وهذه اللي تحت ماكس اتش بي، هذه الشخصيه الستاتس اللي يرويك. طبعا اخترت طبعا عيننا على تحت على فيزيكال اتاك وديفنس، والارقام اللي تحت راح تتغير لما تبي تحاول تغير السرعه، وانت تشوف شنو يناسبك المعركه هذه. الزعيم هذا يبي له سرعه، اختار سبيد. الزعيم هذا يبي له ضربه قويه، اختار. الزعيم هذا يبي له ثلاث اربع ضربات ورا بعض، اختار كريتيكال. وهكذا اختار انت اللي يناسبك. واسلحه كثيره، انواع الصناديق اللي تجيك، يعني هذه فيه نوعين صناديق الرئيسيه، نوع الصندوق العادي وفي الصندوق الذهبي. طبعا بلا شك الصندوق الذهبي يحوي فلوس ويحوي اسلحه اقوى من الاسلحه اللي او المواد، سواء كانت اسلحه او مواد، اللي يحملها الصندوق العادي. نجي حق الحين حق الشيء اللي قلنا لكم، الشخصيات ثمان شخصيات. طبعا هذه لانك تلعب اربع، ما تلعب بالشخصيات كلها، لازم تروح للمول فندق، تروح للمكان عند البياع يقول لك تبي تغير منه من زملائك. طبعا تشيل تشيل هذه، تشيل الاكويب ان اكويب، تشيل المعدات اللي عليه، وبعدين تطلع برا الفريق وتدخل اللاعب الثاني وتختار له الشيء اللي يبي. زين، نمر بسرعه على شو اسمه الوظائف. طبعا البنت قائده الفريق الان اللي انا مختارها اللي هي كاستي، لا خلينا نبتدي من المحارب اللي هو المحارب اللي هو هايكاري. زين، اسلحته اللي شو اسمه الرئيسيه في شخصيته. طبعا انت لما تبتدي اللعبه راح يعطيك ثمان شخصيات وانت تختار منهم، منو تبي؟ تبي الراقصه، تبي الكات الساحر، تبي العالم، تبي شو اسمه رجل الدين، تبي الصياد، تبي اللص التاجر. تختار اي شخصيه فيهم وتختارها. الشخصيه اللي انت اخترتها معاها عده اسلحه. يعني الان الهيكاري يبتدي اللعبه معاه سيف ورمح، طيب لكن لان فيه سكندري جوب اللي هي كلارك اللي هو رجل الدين، فأضيف له الصولجان. زين، هذا بالنسبة لهيكاري. البنت مو موجودة معانا، دانسر. زين، موجودة في تومينوس، لا تومينوس، نعم تومينوس اللي هو والله معلومات كثيرة اسمحوا لي والله، يعني هيكاري خلصنا منه، الآن عند تيمونوس. زين، أنا كاتبه في ورقة والله عشان ما أنسى، لأني لو بتكلم هالشكل راح أنسى أشياء كثيرة. تيمونوس اللي هو رجل دين، رجل دين اللي هو هذا كلارك، يبتدي بكلارك وأنا ضايف معاه شخصية التاجر، يبتدي بالصولجان وضربة النور اللي هي الضوء، وبعدين أوزفلد. أوزفلد عالم، يبتدي بالصولجان ورعد وثلج ونار، لكن أنا ضايف معاه الأسلحة كلها طبعا، السيف، الرمح، الخنجر، الفأس، القوس والصولجان، لأني ضايف معاه الآرم ماستر اللي هو سيد الأسلحة اللي هو يستخدم الأسلحة كلها. كل شخصية مثل ما قلت لكم فيه وظيفة تختارها، وممكن تختار أي وظيفة جانبية ثانية، تختار التاجر، الراقصة، رجل الدين، المحارب، المخترع،
سيد الأسلحة الصياد زين، لكن هي تبتدي بهذه اللي معاها فاس اللي هو العالم لا الصيدلي فاس وسمه ثلج، لكن هي بتبتدي فاس زين. بعد سكيلز، هذه المهارات اللي انت تتعلمها وانت قاعد تلعب اللعبه. كل وظيفه طبعا اللي هي الصيدليه ابوثكاري هذه السكيلز اللي تاخذها، وكل واحده طبعا هذه الاكس لازم تروح للمعبد، رويكم المعبد الان زين، وتختار عشان تاخذ الاكس سكيلز اللي هي المهاره القصوى، هذه المهارات العاديه وهذه المهارات للوظيفه الثانيه. طبعا انا كاسيتي مختار غير انها صيدليه اللي هو ثيف لصه، فاللص طبعا اكيد ستيل يسرق زين، وهذه المهارات الداعمه او المسانده معاها، كل شخصيه معاها، كل شخصيه زين، كل شخصيه فيهم زين. زين لما تختار الشخصيات المهارات وتمشي في اللعبه راح تطلع لك مهارات مساعده ثانيه، هذه طبعا عندك، وكل واحده منهم تعني شيء، كل واحده تعني شيء. يعني مثلا هذه يقول لك ريستور ذا اتش بي وين بريكن فيو، كل ما كسر الدرع للعدو تاخذ اتش بي زياده، عداد طاقه. هذه تاخذ فلوسهم اللي هي ليفز، تاخذ واحده زياده لما تنهي المعركه. هذه هي رايز ذا كوفن شركه ماكس اتش بي باي 500، العداد الطاقه ماكس اتش بي حقك مثلا اذا هو 2500 لما تحط له هيل ان هذه المهاره المساعده راح يصير 300 بدال 2500 راح يصير 3000 اتش بي قصدي. وهذه طبعا ريسورت كوفن شركه ماكس يبون ويننج، لما تفوز المعركه تسترجع 30% من الاتش بي والاس بي حقك لما تفوز المعركه. كل طبعا واحد منهم شوف غير، عندك هذا لانه محارب وقوي ارم ماستر ديل مور دامج انكريز ذا ماكسيمم دامج ذات كان بي ديلت باي ذا كوبنت تو 100,000، تزيد القوه الضربات او الدمج الدم اللي ينقص من الاعداء في اي معارك سواء صغيره او كبيره، زعيم مو زعيم، اي زعيم اي وحش ممكن توصل الى 100,000 زين. هني انرسنج ريز ماكس اس بي اللي هو الاس بي لعداد السحر 50، يعني مثلا اذا هو عداد السحر حقك مثلا تبتدي 100 لما تركب الانر سترينج راح يصير 150 وهكذا وهكذا. هذه طبعا يقول لك ريسيف اديشنال اكس بي اللي هي نقاط الخبره اند جي بي افتر باتل ات نايت، لما تحارب في الليل راح تاخذ وغيرها وغيرها اشياء كثيره زين. استاتس اللي هي حالة تقريبا، هذه ممكن اشرح لكم اللي انا قاعد اقوله من اليوم كله زين. طبعا ما ترى تغير فيه، هذا الليفل حقها، اسم الشخصيه، الليفل حقها، كم محتاجه نقاط خبره اي اكس بي علشان تخلصها، جي بي علشان سكيلز والمهارات كم محتاجه زين. الوظيفه الاساسيه الصيدليه، الوظيفه المسانده لصه، الاسلحه المستخدمه أثناء النهار وأثناء الليل شنو تسوي؟ يقول لك أثناء الجسمة تسأل الناس عن، تأخذ منهم إنكويري، تأخذ منهم معلومات اللي هي علامة الثلاث نقط، علامة الرسائل. في الليل ممكن تنوم الناس تخليهم ينامون أو ممكن تعالجهم. المهارات ممكن واحدة من المهارات عندها اللي هي بنرويكم إن شاء الله إذا ما نسيت في المعركة شلون ممكن تخلط بعض المواد وتعطي علاج إلى الفريق. لاتن اللي هي every drops counts connect without using up material، هذه اللاتن اللي هي الضربات القوية زين. أوزفلد طبعا الليفل 57 لأني لعب فيه من زمان، كم محتاج الليفل؟ الوظيفة الأساسية عالم، الوظيفة الثانية آرم ماستر سيد الأسلحة، في النهار باث دي سكرتاز هذه سبجكت تو تاخذ معلومات من الناس، أثناء النهار مق اللي هو تسرق منهم زين، تسرق منهم وتصير عندك في الحافظة، ممكن تستخدم الأشياء أسلحة، ممكن واحد عنده السيف الذهبي تسوي له مق، طبعا مق لازم تغلبه في معركة زين، مو انك بس مق وتاخذها ببلاش لا،
زين ماج تالنت يعطيك معلومات عن الاعداء اللي هو اوزفلد. هذه واحدة من المهارات الاساسيه اللي هي انالايز اللي تعطيك والعداد الطاقه عنده. اوكي الشخصيه الثالثه تومينوس ليفل 55 هو تومينوس رجل دين وظيفته الاساس الثانيه مرشنت. اثناء النهار ممكن يقود الناس يعني مثلا بعض المهمات يقول قود لي المزارع جيب لي عشان يزرع عنب بعض واحده من المراحل تاخذه والسهم هذا اللي على شخصيه وعلى جناحين يمين يسار تضغط على اكس وتاخذ الشخصيه هذه وتوديها الى مكان ما عشان تخلص مرحله سواء رئيسيه او جانبيه او شو اسمه. زين هذا اثناء النهار. اثناء الليل تاخذ معلومات من المواطنين اللي عندك. المهارة Moonlight Judgment كل الأعداء لما تبتدي المعركة تعطيهم ضربة Moonlight Judgment Latent Power Lower Your Views Shield Points With Any Attack. هذه ضربة الجادجمنت. زين روح الهيكاري طبعا اللي هو المحارب Warrior وظيفته الأساسية. وظيفته الثانية طبعا لأن فيه مراحل صعبة كلارك اللي هو يعطي ادويه فانا عندي اثنين كلارك يعطون ادويه خلال النهار تشالنج يعني عندك انت هذه نشوفها بعد شوي ان شاء الله تتحدى الشخصيات ولما تفوز عليهم هذا يعني عشان من الاشياء الجميله جدا في اللعبه تتحدى الشخصيات وكل شخصيه عندها مو كل الشخصيات بعض المحاربين بعض ولد صغير عجوز بنت اي واحد في داخل المنطقه تشالنج تحديته. زين فزت عليه تاخذ الاسلحه اغلبك تموت لكنك ما تطلع لك سيف وعيد اللعبه لا ممكن تروح تاخذ طاقه وترجع تحاربه ثاني مره هذا اثناء النهار تشالنج اللي هو معركه. في الليل ممكن انك تدفع فلوس للشخصيات المواطنين والناس وكذا علشان تاخذ منهم معلومات تالنت. المهاره الاساسيه الليفل سكيل من الشخصيات اللي بتاخذهم بعد التشالنج تصير عندك وتاخذهم عندك ممكن 5 أو 6 مهارات أساسية ما تقدر تغيرهم فأنت لازم تلف في المناطق الخريطة هذه كلها تدور ناس يقبلون التشالنج زين علشان أنك تفوز عليهم بنت ولد شايب محارب زين. طبعا هذه تشتغل وانت قاعد تمشي في المدينة داخل المعارك ما يصير تشالنج لأنك قاعد تحارب أصلا الشخصيات. شادو هولد انليش ذا باور اوف شادو وذن to unlock special skills. هذه ضرباته القوية لما يتعبى عدادة الطاقة. طبعا هذه آخر شيء setting torture return to title. زين خلنا نشوف بعض اللي أنا قلته على زين حطينا بالنهار بنشوف شنو عندنا الخيارات. الحين تضغط مربع أول واحد ممكن تأخذ منه معلومات من ضمن لما يخلص المعلومات هيدن ايتم في مثل اللمبه الصفراء تاخذها تعطيك جائزه خفيفه. هذه الهيدن ايتم انك تساله يعني كانه مثل شيرلوك هولمز عنده هذه المكبره انك تاخذ منه معلومات. هذه اللي تقوده قائد الانفيدول هذه طبعا ممكن تقوده ممكن يدش معك المعركه. طبعا هني سترينث حقته نقطتين وضربته اسمها توفول تراست بالرمح وراح يكلفك 9 نقاط سحر تبي تاخذه معاك او لا. وهذه التشالنج اللي قلت لكم عنها طبعا هذا لانه تاجر نقطتين عنده قوته توفول رمح ممكن انك تختار تحاربه او لا. زين زين خلال النهار في يعني شوف الان خلال النهار في شخصيات زين لما احول الليل بالار 2 تطلع لي شخصيات ثانيه. في الليل عندنا هذا اللي انا اقول لكم ريكوايرد سوثي كورانا بي لوست هذا سوثي انومه باستخدام كاسيتي. هني مق اللي قلت لكم عنها لما اذا فزت عليه راح اخذ ايرون ميل وراح اخذ هذه الايرون ميل ماكس اتش بي 100 والدفاع 42 طبعا ممكن تشوفها زين طبعا ممكن اغلبه يعني عنده 3 نقاط قوه انا اعلى منه حيل بس انا قاعد ارويكم على اساس انه زين. العين الثالثه شنو تاخذ منه معلومات ممكن يعطيك ممكن ما يعطيك. اتوقع انه لما تكسر دروع الثلاثه ممكن تاخذ منه المعلومات. اخر شيء هذه برايب اللي هو تعطيه فلوس علشان تاخذ منه معلومات.
زين هذه زين. هني نفس الشيء، هذا الصندوق اللي اقول لكم العادي. زين هذا طبعا بياع، خلينا نشوف شنو عنده. ممكن ممكن انك تشتري، ممكن تبيع، ممكن تشوف معداتك، ممكن انك تضغطه وتطلع منه. لكن خلينا نشوف هذه الاشياء اللي شو اسمه واسعارها على اليمين. زين ممكن تبي تبيع، ابي ابيع يعني فلوسك صارت علي عندك، هذه اللي هي بير بليتس هذه ممكن تبيعها. اوكي راح تعطيك الحين عندي 100,000. زين لكن ماني محتاج اسلحه. زين اخترت سلاح، يطلع لك القائمه على اليمين. اذا اللون الورد الرمادي هذا الداكن، طبعا ارقام الشخصيه ابيض، اذا طلع لك اللون الداكن معناتها سلاحك اللي عندك افضل من السلاح اللي في السوق. اذا طلع ازرق، لون ازرق، معناتها السلاح زين. زين مثلا هذا سلاح زين، فوق والله كاسيتي عنده الكريتيكال 209، بس شو الفائده؟ بس كل اداك راح ينزل. زين فانت تشوف اذا ثلاث اربع صارت زرقاء كلها، لا اشتري السلاح وانت مغمض. طبعا هذا كايت هني، شوف مثلا كريستال جريت سولد واحد عند تيمونوس، راح الدفاع ضربات العاديه راح يزيد، ودفاع الضربات السحريه راح يزيد، لكن الازاحه الافيشن انه يناور الضربات راح تقل، وهكذا. هذه طبعا الاسلحه طبعا برونز هيلم رايحه. زين لان انا اقوى الاسلحه حق الفريق. زين الثاني هذا سوق، الثاني شنو يبيع؟ نفس الشيء سوق، لا هذا يبيع المعدات اللي تعطيك طاقه. هذا مثلا جريب يعطيك طاقه خفيفه حق الشخصيات، هذا يعطيك سحر خفيف حق الشخصيات اللي هو عداد الاس بي، هذا اللي هو نفس الفينكس داون اللي يموت ممكن ترجع ثاني مره، وهذه ممكن تشفي لما ضربه الصمت، هذه تشفيك من ضربه العمى، هذه تشفيك من ضربه الدوخه، هذه تشفيك من ضربه، هذه بعض المواد اللي ممكن تخلطها، هذه وهذه وهذه تخلطها وممكن تفيدك في المعارك. هذا الحفظ الريشه موجوده في الخريطه، شايفين الخريطه تحت الريشه هذه، تضغط هذه طبعا اسم الفريق، كم ساعه لعبت؟ 50 ساعه طبعا، هذه ثاني مره العب. زين زين هذا عليه هلال، هذا هني تنام، تبي تنام يقول لك الليله 195، تبي تنام ولا لا؟ طبعا لما تنام، اللي يعرف العاب الار بي جي وفان فانتزي وغيرها وما سواها، لما تنام بالفندق او الان او سمى ما شئت، الاتش بي حقك راح يكون فل، وعداد السحر اس بي راح يكون فل. طبعا فيها قوارب، هذا اللي انا اقول لكم تغيير الشخصيات عشان نتكلم عن الشخصيات الثانيه، تشينج بارتي. هذه الشخصيات الاربعه اللي برا، ثرون وظيفتها راقصه دانسر اغنيه، لا دانسر، اسف وين هي الامر، دانسر افنيه، خنجر والهواء ضرباتها. زين وشيتي اللي هي صياده واسلحتها الفاس والقوس والرعد، أغنية اللي هي الراقصة، الخنجر وضربة الهواء، وأخيرا بارتيتو اللي هو التاجر اللي هو رمح وقوس ونار. ممكن أبدلهم، ممكن هني أضغط على شو اسمه وأضغط أي واحد منهم وأطلعه وأخلي واحد بداله. والأسلحة ممكن تشوف الأسلحة اللي عندك كلها، وممكن تبي تسمع سالفة، لا هني اللي هي الهيرتيل اللي هي منو اللي هني ممكن يلعب مرحلته، ما عندك اي احد يلعب مرحله لانه ما في. وهني السمعه لما تبي تسرق من واحد او تاخذ منه معلومات لازم نوديكم عند مكان. طبعا في قوارب تاخذها مني، تركب مني وتنزل، تركب قارب تصعد مني وتحول، ما في صندوق، نزلنا. زين خلنا نشوف المعارك الان، خلنا نشوف المعركه واحده من المعارك بسرعه زين على اساس ما نطول عليكم. طبعا هذا المكان في الخريطه نورثن ريو سانز ودينجر ليفل 11. زين خلنا نمشي شوي شوي ونخلي السرعه زين، خلنا بس خفيف. خلنا اغويكم الان هذا كل اللي انا قلته علشان نفهم. الهايكاري طبعا الرسمات اللي على الوحوش، الدروع عنده اثنين، عنده سيف اللي هو اول واحد اللي هو سيف، وعنده رمح، وبعدين فاس، وعنده طبعا انا عندي
زين الان اذا ضربته بالسيف ضربتين حسب الدرع اللي عنده راح ينكسر الدرع. واحد اثنين انكسر الدرع طبعا لاني قوي حيل عد ليفلي 50 وهو ليفله صغير مات على طول. زين هذا الكلارك اللي هو رجل الدين يعطينا علاج اللي هي هذه المهاره هيل وونز. زين يعطينا علاج للشخصيات وعنده صولجان طبعا السيف قوي. الصولجان هل هو قوي مثله؟ لان الصولجان مو موجود مع ضمن اللي تحت الاسلحه اللي تحت فما كسره. زين هذه موجوده عند اللي هي انالايز اللي تجي معاك. طيب يقول لك ريفيل ذا اتش بي اند 1 ويك يطلع لك الاتش بي حق الوحش هذا ويطلع لك علامه استفهام هذه اللي هي نقاط الضعف الويكنس يطلع واحده بس. هذا طلع واحده و42 من زين. طيب الشخصيه اللي بعدها عندها ممكن هذه اللي يقول لك متخلط المواد طبعا عشان تعطي طاقه تعطي اشياء للفريق وليس للهجوم. هذه المهارات اللي عندها هي التاتش ممكن انها تعطي طاقه للشخصيه واحده او انك تخليه فينيكس داون يطلع. وهذه ضرباتها الثانيه هذه مثلا الضربه هذه اللي هي ضربه السم راح كان اتوقع اذا ضربت اي واحد فيهم راح يموت. وهذه يعني اشياء كثيره انا اقول لكم والله اللعبه فيها اشياء كثيره. زين زين النقاط اللي شفتوها فوق عن طريق ار 1 هيكاري لا هيكاري كان خليه دفاع خلينا ننزل. طيب هذه اللي هي اختفت شفتوا ممكن ارجعها ار 1 ار 2 اختفت. هذه صارت قويه لما تصير قويه اذا انكسر الدرع اللي هو اثنين ضربتين جسمه راح يموت. لكن انا ابي لانه ضعيف حيل جسمه ليفل 11 وانا ليفلي فوق 50 الضربتين هذه راح يموت الان. ما. طيب الليفل اسماء الشخصيات واوفر كل الفلوس فوق اللي هي الليفز الاكس بي طبعا لان طبعا مرحله بسيطه جدا ما اخذت لا فلوس واجد ولا نقاط خبره واجد ولا نقاط جي بي واجد. زين الخريطه مثل ما انتم شايفين تحت المكان اللي تحت اللي هو المبنى اللي انا فيه المدينه اللي كنت فيها هذه قبل لا ادشها هنا ياما المقاطعه المدينه اللي هي كنت فيها قبل شوي اللي هي المكان اللي فيه خيل ومكان فيه الحبايب هذول. زين طلعنا. زين ابي انتقل الان ما اقدر اروح مني ما يصير لازم اروح من مدينه لمدينه. خلنا رويتم مدينة المدينة أي مدينة أبيها هني أضغط هني ترابل أضغط أروح. أوكي زين جيت المدينة هذه نفس الشيء طبعا لأني جاي من المدينة قبل فأخذت منهم اللي هي الاستفهام وسألتهم أسئلة وردوا علي. زين زين هذه على أساس المعركة قلت لكم اياها طبعا هذا تبي تحاربه عنده خمس نقاط قوة وهذه ضربته اللي لما تفوز عليه ممكن تاخذها اللي هي سبير فيشنج. زين شغلة ثانية ايه هذه الأماكن اللي موجودة هذا السوق هذا النوم الفندق. زين هذا اللي هيدن ايتم اللي طلعنا قبل شوي هذه تاخذها يعني مواد ممكن تبيعها في السوق. هذه اللي أنت تستبدلها طبعا خلنا نشوف هذا إذا ماني غلطان عندك شوف أنا ذكرت أتاك عنده ضرب أربع نقاط. هذا التاجر زين طيب عنده أسلحة شوي ها يعني مو قوية حيل يعني الصفر ما عندك منه ولا واحد. زين نطلع وتشوف أنت الشخصيات تمر عليها يعني مسألة ليفل عالي أبي أطلع ما أدري شو اسمه طبعا أنت تبادل بين النهار لأن في أشياء تسويها في النهار وأشياء تسويها في الليل. زين يقول لك اسم المنطقة أنت بتطلع برا. زين والمباني هذه ممكن الدش حسب نهائك للمعركة. زين زين وين المهمات اللي أنا قلت لكم عنها في مهمات للشخصيات المهمات هذه ملاحظين إن أسماء الشخصيات الكلام اللي فوقهم بالأبيض لما تشوف أنت شخصية كلام اللي فوقها بالغامج شوي اعرف ان الشخصية هذه وراها سالفة مهمة جانبية.
ما في ولا واحد عنده مهمة جانبية. متى ما دشيت لقيت مكان ما في أحد، لا غير التوقيت على أساس أنك تروح. خلنا عشان نرويكم المهمات الجانبية، أتوقع هني هني أتوقع في مهمة جانبية. أدري طولنا عليكم زين، ما قلنا لأن فيه مرحلة هني مفروض أكملها. هذه طبعا ما ممكن تنتقل لها، هذه مثل الخنادق طبعا دينجر 45، في خندق ثاني قريب منه هني في المنطقة هني، الدشة بشخصية واحدة بس ما هو الدشة، هذه اللي هي تعطيك النقاط اللي أقولكم عنها. الثانية هذا في البحر طبعا، هذا مغارة، هذه تعطيك النقاط اللي قلنا عنها قبل شوي، وهذا الميناء. خلنا نروح الميناء رويكم زين، اللي هي المنطقة الساحلية. ممكن تركب سفينة، السفينة بعدين مع التاجر بارتيتو تأخذها، وممكن أنك خلنا نشوف. أيوة هذا عندك الشخصية هذه مثلا زين، هذا بالأبيض تتكلم معه عادي، وهو راح يقول لك أفترضات أوكي، راح يقول لك بعدين يقول لك طبعا هو لأني جيته قبل ومريت ورحت وأخذ أشياء كثيرة، فأنت من غير ما تدري وتكلم الناس كلهم ممكن تنهي بعض المهمات زين. أوكي خلصنا خلصنا. طبعا ممكن تضغط دائرة عشان تخلص المرحلة كريتيكال شو اسمه، راح يطلع لك ذا اند اوف تيل ترافلر لوس اند فاوند، المسافر اللي ضاع ولقيتوه، وهذا طبعا ممكن تحاربهم، ممكن تسولف معاهم. هيدن ايتم اللي هي اللي رويكم اياها قبل شوي، هذه الليرند سكيل، هذه الليمب اوف سكيب ليمب فروم ليمب، واحده من اقوى الضربات، ديفاين سلاش 1000 بليد سمو موتر تنادي الوحوش ارو فالي زين. وبعدين تروح هني الحبيب هذا قبل السفينه تجي عند الاخ هذا، فيوديك تبي تروح للتوتوهاها، تركب السفينه تروح تنتقل للتوتوهاها، هذه توتوهاها هني، هذا يوديك عند المرسات الثانيه وين مكان السفينه، يوديك هني زين. اللعبه ممتعه جدا، وهني يرويك طبعا هني هذه كل مثل ما قلت لكم، هذه بعض المهمات اللي ما خلصت لحد الان. هذه بارتيتو هني عنده التجاره، هذه مرحله مختلطه في اربع مراحل متشاركه، شخصيتين يعني تومينوس هني فيه اغنيا شابتر 2 وبارتيتو منفصلين كل واحد له كروس باث. هني عندي بعد شخصيات بالاخضر ممكن تروح على طول، هني في مهمات ما خلصتها الى الان بالاصفر. شو اقول لكم بعد، شو اقول لكم ايه، الوظائف المساعده، وظائف المساعده تقريبا اربع وظائف، انفنتر مخترع، ارم ماستر اللي هي عندي الارم ماستر هنا، هذه لانك عندك ثمان وظائف أساسية، وفي أربع وظائف، كونجورير اللي هو ساحر مع الصلجان، وآر كينست اللي هو مع زين. هل وظيفة مثلا أنا بديت المباراة، بديت اللعبة، اخترت مثلا وهذا شيء يعني دائما في المباراة اختاره، خلنا نروح الفندق ونختار الفريق الثاني كله، خلنا نروح الفندق زين، هذا الفندق change party عشان أرويكم مهارات الفريق الثاني زين. those children have tails and brothers, are you sure you wish to remove them? ندري زين. الآن طلعنا الآن تغيرت الشخصيات عندنا، هذه ممكن تأخذها ببلاش إذا ليفلك في ليفل مطلوب، بعض الشخصيات يقول لك ليفل 20 تاخذ منه، هذه ببلاش ليلي اوف لايت انسبريشن بلوم ليفل 20، ممكن توصل بعض الأماكن يقول لك لا لازم توصل ليفل 40 عشان تاخذ منه ببلاش. هني ممكن اللي هي بروفوك مع أوشيتوس تحاربه، تستخدم بعض الحيوانات في محاربة الشخصية اللي قوتها 200،
هني ممكن انك تاخذه معاك كصديق في المعركة، ممكن تنجح في نسبة 70%، عنده نقاط قوته ثنتين وضربته سلاش بالخنجر، وممكن راح ياخذ منك 9 نقاط سحر اس بي. هني هذه تشتريها بفلوس، يعني هذه الليلي نفس اللي هذه بلاش وهني بفلوس. زين، هذه فترة النهار. زين، يا ترى فترة الليل شنو يصير؟ فترة الليل، فترة الليل ثرون ممكن انها تكمل الاعداء امبوش، ممكن تنومه. خلنا نرويك من الحين. رقت عاد وهي النومه خلاص مو واد. زين، غيره هني هذه عنده شو اسمه تشتريها منه، تعطيه مثلا هذه بفريند، ممكن تاخذه عن طريق بعض الاكل اللي تاخذ القناصه جيركي لحم، راح تعطيك هيل وونز راح تستخدمها في المعركه. هني هذه اللي اقول لكم ببلاش انتراكت تتاثر فيهم او انها تصطدم بهم او تتاثر فيهم وتاخذ النقاط هذه منهم. اخر شيء اللي هو هاير ممكن تستخدمه وتدفع فلوس عليه. زين، ويقول لك مهارته نقاط القوه وشنو بيسوي. زين، فالشخصيات هذه 8 شخصيات وممكن تغيرها في النهار وفي الليل وتسوي احتمالات كثيره. طبعا ما لك حاجه الا اذا هو حرس باب، هني تعطيه 3، هني هذه طبعا هيربوفيلير بهيلينج جريب، هني تشتري تاخذه. زين، خلنا نرويكم بعض الاماكن اللي ممكن تستخدم فيها الضربات. خلنا نروح للتمبرلين. زين، اذا ماني غلطان، عشان نرويكم شنو فائده الامبوش اني اخلي واحد ينام. زين، هني الصبح مثل ما قلنا لكم، لكن فيه الجنود هذولا راح يجونكم، عندهم اسلحه حلوه. طبعا لازم ليفلك عالي. بلدين شوف 134 184، هذا اتوقع ليفل 30. لما توصل ليفل 30 ممكن، وهذه نفس الفينكس داون، هذا ريزيستنت. زين، والثاني بعد عنده بعد شغلات حلوه. دخلنا المدينه، فانت تمشي وتدق اكس مو بس تحارب، تمشي وتكلم الناس وتشوف شنو يبون. مهمه، شوفوا هناك في مهمه جانبيه، هناك البنت هذه في مهمه جانبيه. طيب شنو عندك جزاك الله خير؟ هذه 100% تاخذها، هذه 55%، يعني راح تفشل فلا تاخذها، لكن مصر تاخذ الخوذه هذه راح تدفع 12,000 علشان تاخذها. زين، ادري والله المقطع طويل، ادري. زين يا الحبيب، شنو موضوعك انت؟ ممكن تتحاربه، طبعا 6 نقاط قوه قوي، وهذا ضربته موجوده. زين، على اساس يمكن احد يسالني شنو ميزه انك البنت هذه شنو ميزتها في الليل. طبعا عندك الحارس هذا. زين، امبوش ترقده، عشان قالك دائما الناس يا ترقده يا تستخدم سوثي. طيب بعدين يمين سيده سيده لغايه ما توصل للصندوق الذهبي اللي هني، اللي فيه راستي، في واحد من الاسلحه القويه اللي هو راستي. وينه؟ في تمبرلين. زين، طيب شفت شلون؟ ما راح ترى توصل هني لو شنو، لا عن طريق النهر ولا عن طريق ثاني، فلازم تخليه يرقد. فراح تلقى ناس واقفين عند الابواب، بعض الغرف، بعض الاماكن، بعض القلاع، بعض الاماكن الثانيه، في تلقى لك واحد واقف يقول لك انت ليفلك نازل، ما راح تردش. زين، اللعبه مليئه بالاشياء الكثيره، اللعبه ممتعه جدا. مساله ابي ليفل عالي بخلص، انا انهيت 5 مراحل الاساسيه وانهيت 4 مراحل المختلطه بين الشخصيات، خلصت الشريط. لا يا قلبي، وين خلصت الشريط؟ أنا ذابح نفسي في اللعب وإلى الآن مو قادر أوصل 70% من التروفيات.
زين انا ما ابي انسى شيء والله والله العظيم ما ابي انسى شيء. اللعبه جميله جدا ورائعه زين، واي احد يبي يلعبها انا انصحه انه اذا هو يحب النوعيه هذه من الالعاب يلعب وهو مغمض. اللعبه جميله جدا رائعه يعني لاي درجه شقول لكم زين. هذه خلنا نشوف الستاتس عشان نخلص. ادري والله العظيم ادري طولت عليكم. ثرون ليفلها 57 طبعا لان انا اخترتها، وانا هذا نصيحتي للاعبين اللي بيلعبون يبتدون اللعبه، اول ما تبتدي راح يعطيك 8 صور الشخصيات، انت ممكن تختار اي واحد تبتدي فيه مرحلته زين. انا اخترت ثرون لانها ستيل على طول مثل ما انتم شايفين سلاحها الثيف، وركتها الاساسيه هانتر، فاسلحتها سيف خنجر فاس قوس. في خلال النهار ممكن تسرق ممكن ستيل، طبعا في اللعب لما تلعب ممكن ستيل زين، سواء من المواطنين او من الوحوش. خلال الليل طبعا امبوش للمواطنين، لكن هي تسرق منهم في النهار ببلاش اذا وصلت ليفل معين. وبليسنج داركنج اللي هي تالنت تالنت باور ليف نو تريس زين. اوشيتي صياده اسلحتها فاس فاس وقوس زين. بروفوكا اللي هي ممكن تستخدم تستدعي الوحوش فيها. خلنا ندش مرحله، خلنا نروح خلنا نروح خلنا نرويكم مرحله شوي قويه شوي. عشان نرويكم الشخصيات الثانية، هذا الحفظ ما شاء الله مطر برا ما شاء الله. طبعا ليفل هنا 40 زين، ليفل 45. خلنا نرويكم زين عشان ننهي الموضوع. طيب طبعا مثل ما انتم شايفين الاتش بي حقهم نازل زين. أنا أشوف طبعاً أطاك هذا، شفت الضربة هذه أربعة، لما توصل واحد بعدين تصير صفر راح تموت على طول. طيب أنت بتكسر الدرع يبي لك طوز هو خمسة، راح نضرب واحد اثنين طبعاً مثل ما أنتم شايفين واحد اتش بي قاعد ينزل منه زين. ما عندك شو اسمه أوكي، هو أكيد راح يقضي علينا الآن. زين لكن في حل، اذا انت ضعيف في البدايه جمع صناديق جمع اشياء كثيره، في اسلحه ممكن تاخذها اللي هي انا اشوف واحده مليانه عندنا واجد فيها زين. 14 الهواء هون هذه واحده ممكن يموتون الان ممكن ما ادري ما ماتوا زين. لاني انا حاط الفريق الضعيف مو حاط الفريق الاساسي، انا بس برويكم زين. هذه لانها مختاره، شوف هذه تضعف هذه تسرق، شوف الحركه هذه راح نسرق منه اتش بي، يعني هي عدادها سرقت من الاتش بي طبعا عداد بسيط. التاجر هذه مهارات التاجر، هذه ضرباته كولكت دونيت، هذه ضربه بالاسهم لان عنده سهم، بس طبعا فريق ضعيف خير مثل ما قلت لكم. واخذنا من الجي بي زين، هل نقدر نحاش؟ ما اقدر لانهم اعلى منك بالليفل زين، لان هذا اعلى منك بالليفل. زين لاني ما كثرت الدروع فمو راضي يموتون زين. واحد في المية اتش بي، اي ماتوا الشخصيتين زين.
مات اول واحد والدور على الثاني. زين فاللعبة جميلة جدا، جميلة جدا جدا بشكل ما تتصورونه، من افضل الالعاب ولعبة السنة بلا منازع. اعطيها انا 10 من 10. بعض الناس يقول لك ما شو اسمه ما، لا كل شيء موجود، خريطة موجودة. شوف الخريطة، تبي تروح يسار راح تلقى تبي ترجع المدينة قدامك، وفي مفترض طرق على اليمين. خلنا نشوف الخريطة، هل هذا الرسم اللي هو معطينا اياها اللي هو ليفل 50 زين، وهذه المدينة اللي احنا طالعين منها، وهذا مفترق الطرق، تبي تنزل تحت تروح المدينة هذه، تبي تروح المدينة فوق، تبي تروح للغابة، كيف؟ فالخريطة واضحة، هذا الخريطة شوف زين، وانت الريشة، لا استغفر الله، الريشة الحق. لعبة جميلة جدا، جميلة جميلة جدا 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 زين. مطر ما شاء الله، الله ما صيبه نافعا. اي سؤال في اللعبه، اي سلاح تبون تعرفون وين مكانه، اي شيء، أي اللعبه موجوده اتوقع على بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 4، ايضا على السويتش. انصح فيها بشده، واحده من اجمل الالعاب لهذا السنه. زين وين هذا؟ وين راح؟ نرجع صاحبنا هذا، تعالي بقى رجعنا فريقنا. هيلينج. زين هذا سواء داخل المباراة أو بعدها. ثرون لا أوزفالد بدال بارتيتو، وأغنيا بدالها تومينوس، وهيكاري بدالها أوشيتا. هذا الفريق، فريقنا على قولتهم الأصلي. لعبة جميلة جدا. بعض الأشياء اللي يمكن ما تلقون أحد يقول لكم إياها، في بعدين راح تشتري السفينة 100,000 من هني، من المينا هني 100,000 تدفعها. المكان هذا علشان تخلص، لأنك ما تقدر هني توقف، فما السفينة مو عندي عشان راح توقف مني، ما تقدر تعبر. نفس الشيء حاولت أروح من فوق، قلت يلا خلني أروح ألف العالم من هني، ما تقدر. فهني في زعيم قوي جدا هني، واحد من يعني داخل الدائرة، علشان تروح نهاية اللعبة راح تكون في المنطقة هذه. شفتوا المنطقة هذه الدائرة الكبيرة هني في نهاية اللعبة، والوحش الإضافي اللي ما أنت مطالب تقضي عليه، لكنه للمتعة للتروفي زين، لأن القضاء على الوحش الإضافي سوبر بوس الزعيم السوبر راح يكون هو نهاية المهمات الجانبية اللي قلت لكم عنها، اللي هي هذه، اللي هي هذه عقب ما تخلصها كلها، اللي هي تقريبا ما بين 60 إلى 65 إلى 70. ما راح تاخذ التروفي إلا ما تذبح الزعيم الأصلي. هذا المناطق، هذه المراحل وأسماء المناطق. شوف الخريطة تنتقل، شوف إذا اخترت أنا زين الخريطة تنتقل وتروح للمقاطعة والمكان. أنا آسف إذا طولت عليكم، لكن مثل ما أنتم شايفين اللعبة جميلة جدا، وفيها حركات وفيها أسلحة وفيها تجميع نقاط وفيها أشياء كثيرة كثيرة جدا جدا جدا. أنصح فيها وبشدة، ويعطيكم العافية، وآسف على الإطالة.